بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. آخر موضوع أكلمكم فيه عن الكنيسة العروس تحت عنوان حين يرفع العريس. احنا خدنا فكرة الكنيسة بيت الله وقلنا بيت بجد مكان زي ما احنا موجودين كده، وقلنا كمان الكنيسة كيان سري غير منظور، كلنا أعضاء في هذا الكيان العجيب اللي فيه قديسين وفيه أنبياء وفيه رسل وفي ناس عايشة وفي ناس مش عايشة وشفنا ان الكنيسة عمود الحق وقاعدته، هي المكان اللي بيعلن فيه الحقيقة، ودايما في خبط في الحقيقة مستمر عبر كل الأجيال لأن الشيطان عاوز يطلع الناس بر الحقيقة. وشفنا ان الكنيسة بتكبرنا في ربنا، بتنور دماغنا، بتخلينا نعرف مشيئته ونسلك حسب إرادته ونثمر بالروح ونتقوى بكل قوة. لو انتوا فاكرين الجزء بتاع كولوسي شفنا كمان الكنيسة تقال عليها جنس مختار، أمة مقدسة، كهنوت ملوكي، شعب اقتناء، كل دي تسميات للكنيسة ومعاني بنعيشها كل يوم. أحد ألقاب الكنيسة أو معانيها السرية العجيبة إن الكنيسة هي العروسة. طبعا ده موضوع ياخد مؤتمر لوحده لأنه كتير قوي في الإنجيل على غير ما تتصور، لكن أنا هاخد نص واحد مرتبط بالصوم عشان داخلين على يونان وعلى الصوم الكبير، لأن في معنى عجيب ربنا قصد يقوله بس عالي شوية عننا، عالي يعني إحنا للأسف كمبتدئين مستكترين ومستصعبين. عارفين شهر العسل بالنسبة للكابل اللي متجوز بيبقى فترة كده المفروض إنها فترة حلوة وما تتنسيش، لكن ده البعد الجسدي بتاعها، أكل وشرب وملذات. الكنيسة عايشة مع المسيح شهر عسل بس روحي روحاني، وبالتالي لازم تقل الجسديات خالص فتتمتع بشهر حب أو بحياة كلها حب بين ربنا وبين كنيسته. ده اللي قصده ربنا لما جاب سيرة الصوم وحط معاه حكاية العريس والعروس، لأنه يا رب أنت بتتكلم في إيه؟ قال ما هو إذا كان العريس بيفرح بعروسته أنا عاوز أفرح بكنيستي لما تطلع لي لفوق، لما تصوم، لما تترفع عن الجسديات وتعيش في الفكر الروحي. وعشان كده الحقيقة الناس الروحيين لما الصوم يقرب ينبسطوا مش يقلقوا. لسه بقول للخدام احنا عندنا مأساة في الكنيسة اليومين دول ان الناس بترفع من يوم عيد الميلاد لبداية الصوم الكبير، يعني ينشغلوا قوي بفترة بالرفاع مش بالصوم. طبعا احنا قلبنا الموازين، ده الرفاع معناه يلا نرفع الاكل، يعني ايه بزيادة اكل مقصود بيها كده، انما احنا الرفاع يعني يلا ناكل. طبعا ده عكس اللي المقصود بالكلام، يلا نرتفع لفوق مش ننزل لتحت. كلكم فاكرين لما سئل المسيح عن الصيام ما كانش بيصوم تلاميذه ليه؟ لأن الصيام اللي موجود كله كان في الرسين ولا يوحنا المعمدان ولا كله صيام بالمعنى القديم اللي هو إيه؟ صيام تذلل بزيادة، وزي ما تقولوا اليهودي بيفكر يكفر عن سيئاته بالصيام يعني، فربنا مش عاوز المعنى ده. قال بص أنا عاوز الناس تفهمني، أنا عريس البشرية، أنا بحبهم جداً، ولما يشوفوني متعلق على الصليب وبحبهم لهذه الدرجة وكل واحد يقول لي وأنا كمان بحبك أوي يا رب ساعتها يصوم بقى. إذن ربنا مش عاوزنا نصوم إلا بالفكر اللي كله حب، مش عاوزنا نصوم ونقعد نسأل الساعة كام، مش عاوزنا نصوم ونقعد نقول ده في زيت ولا مفهوش، ده كلام مش بتاعه خالص. المسيح عاوزنا نصوم يعني نقعد في حالة عشق، حالة حب، حالة هيام. فقال لا تلاميذي ما يصوموش دلوقتي حتى لو اليهود متغاظين منهم، حين يرفع العريس حينئذ يصومون. لما يشوفوني بموت في البشرية هيقولوا لي واحنا بنموت فيك ومش عاوزين ناكل ولا نشرب ولا لينا لذة في الأكل والشرب، احنا عاوزين نموت فيك، نحبك، نشبع بيك، نقعد معاك. هو ده بالنسبة لنا الصوم. إذا الصوم في الفكر المسيحي هو ارتقاء، هو مذاق السماء،
الأبدية بندقها في الصيام، لأن في السماء في الأبدية ما فيش أكل وشرب ولا في جسديات خالص، مش كده؟ ومحدش محروم في السماء، خلي بالكم في السماء مش حدش مثلا يبقى قاعد مع بطرس يقول له فاكر لما كنا بناكل لحمة على الأرض برضو كانت حلوة، لا ما فيش كلام فارغ زي كده. مش محرومين ولا مكبوتين مثلا في السماء عشان ما فيش أكل وشرب، لا ده هم سعداء جدا وطايرين، وبالنسبة لهم يعني بيستغربوا ازاي كنا بنفرح بالكلام الصغير ده. كنيسة عاوزة تدوقنا السماء جوه الصوم. اذا الصوم احنا بنطلع رجلنا من الارض ونعتب السماء. الصوم بيخلينا نتلذذ بحب وعشق الهي، فبندخل في معاني عميقة اعلى من التفكير البشري الحسي. ان ربنا باصص لنا كلنا كعروس، الموضوع بقى ايه؟ أرقى جدا من أي معاني حرفية وحسية، لأنه استخدم التعبير ده لما تسأل عن الصوم، قال حين يرفع العريس حينئذ يصومون في تلك الأيام. هل ده كان أول مرة المسيح يعلن فكرة أنه عريس وأن الكنيسة أو البشرية عروس؟ لا، ده ياما قالها ياما قالها، بس ما كانش حد مستوعبها. مثلا في أشعياء يقول إيه؟ أشعياء النص الأخراني بالذات كله عهد جديد يعتبر، يقول كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوك، وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. يعني أنا أتصور كده يوم الاثنين الجاي والمسيح مستنيه بفارغ الصبر. ليه؟ ليه؟ لأن كل الكنائس هتتملي شعب، وكلهم جايين صايمين كفروا بالأكل والشرب، وجايين كلهم يحبوا فيه، وجايين كلهم عاوزين يدخلوا السماء، فتلاقوا المسيح فرحان بكنيسته. فرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. ليه؟ شعب ارتضى أن يخرج من هذا العالم. كنيسة قالت توبة، مش عاوزين ناكل ولا نشرب ولا كلام فارغ، خلونا نشوف المفيد، فيبقى ربنا فرحان. مش هيسأل بقى الساعة كام وكلت إمتى وكلت إيه كلام صغير. يا شعب المسيح ما يصحش نتكلم في الأمور دي. لسه بتيجي الأسئلة، هو ده ينفع يتاكل في الصوم؟ يا عم كل أي حاجة، بس حب ربنا. مش كل أي حاجة يعني، ما تصدقوا، أنت لو بتحب ربنا مش هتسأل الأسئلة دي، مش هتنشغل بالأمور دي، هتبقى مشغول إزاي تفرحه، إزاي ترضيه. سفر النشيد كله عبارة عن هانيمون، عبارة عن شهر عسل مع ربنا، عريس وعروس. فسفر النشيد ده أساسا ما ممكن تقري في الصيامات على فكرة، لكن لازم تقري بالفكر اللي قصده المسيح، إزاي البشرية تتمتع بعريسها، وإزاي ربنا بيفرح بعروسته اللي جاية له فرحانة كده. فتقول العروسة صوت حبيبي هو ده آت طافرا على الجبال قافزا على التلال. فيبقى الواحد حاسس المسيح بيقرب منه في الصوم كده، وهو بيترمي في حضنه ويطلع بره الدنيا خالص. في المزمور مثلا نقول ايه؟ مثل العريس الخارج من خضره، نفس الفكره، جاي جري، ليه؟ شاف عروسته من بعيد فجاي لها جري. تتهلل مثل الجبار وهي التانيه جايه له جري، حاجات بقى افلام رومانسيه بقى يعني. فالعروسه الكنيسه طايره طيران ناحيه المسيح، والمسيح جاي لها بمنتهى السرعه، لان الاثنين مشتاقين لبعض. فالنفس داخله على الصوم مشتاقه للمسيح، والمسيح مشتاق للصوم، مش عشان يذلنا ولا يحرمنا من الأكل، لا، عشان عاوز يدوقنا طعم السماء، عاوز يفرحنا بحاجة تاني أجمل وأعلى كتير قوي من قولة أكل وشرب. عشان كده يقول من أقصى السماء إلى أقصى السماء لا شيء يختفي من حرارات. حرارة إيه؟ حرارة الحب اللي بينهم. إذن الصوم موسم الحب، الصوم حرارة. يبقى الصوم بيعالج الفتور اللي عندنا. لما بندخل على الصوم قلبنا بيتحرك، بنصلي من قلبنا شوية اللي متقلنا الجسديات اللي مخليانا مش عارفين نصلي كويس ولا نشبع بربنا. يوحنا شاف منظر جميل، قال أنا شفت المدينة المقدسة، دي أحد ألقاب الكنيسة، المدينة المقدسة أورشليم الجديدة، دي أحد ألقاب الكنيسة بالمناسبة، نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس. نفس المعنى،
يبقى الكنيسة لما تكون الكنيسة تكون كده مهيئة، مهيئة يعني فيها صلوات حارة وفيها صدق وفيها أمانة وفيها خدمة على سنجة عشر، مزينة لرجلها. يعني احنا مش بنتزين عشان حد، زي العروسة العاقلة اللي بتتزين لجوزها، فاحنا بنتزين بالدموع، نتزين بالمطانيات، نتزين بالعطاء الشديد، نتزين بالمزامير، نتزين بالألحان، كل دي زينة الكنيسة. نتزين بدم الشهداء، بالكنائس المحروقة دي جميلة في عينين المسيح، مش الكنائس اللي فيها رخام، لأن هي دي الزينة، هي دي علامات الحب الحقيقي. في نص تاني في إشعياء يقول إيه؟ فرحا أفرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي، ألبسني ثياب الخلاص. شوفوا التعبير، مثل عريس يتزين بعمامة. كان زمان لسه موجودة في بعض البلاد الأسيوية، العريس لبس العريس مش بقى البدلة إياها دي، يلبس عمامة زي البتاعة دي البيضة بتاعة الفلاحين الطيبين، يلبس عمامة يتعرف إنه عريس. فهو دي لغة الكتاب من زمان، المسيح جاي زي لابس عمامة العريس، هو فرحان إنه عريس. ومثل عروس تتزين بحليها، كما أن الأرض تخرج نباتها والجنة تزم، يعني إيه؟ تطلع التسبحة ويطلع الثمر ويطلع الحب كنتيجة طبيعية بين علاقة العريس والعروس. بنفس المغزى بولس يقول أنا خطبتكم لرجل واحد، عاوز يوم ما تتجوزوا أو نقدمكم للمسيح تبقوا عذراء عفيفة. يعني إيه؟ يبقى ملكوش في الدنيا، يبقى قلبكم كله لربنا، بتعشقوا ربنا، أي حاجة في الدنيا ملهاش طعم عندكم كده، تبقى الكنيسة عذراء عفيفة للمسيح. ولأن الكنيسة معنى العروس دي شغلها قوي، والعفة بتاعة العروسة، حطت العدرة بقى مثل أعلى. وهنا العدرة مثل أعلى للرجالة وللستات، لأن احنا بنتكلم عن حاجة روحية مش عن حاجة جسدية. فأصبحت أمنا العدرة مثل أعلى لينا كلنا، إنها أكتر واحدة حققت المعنى ده. العذراء عايشة في حالة حب طول حياتها، عشق صحيح، ده ابنها بس عريسها كمان بالمعنى الروحي. عشان كده أحد ألقاب أمنا العذراء العروس، يعني أبعد لقب عنها من الناحية الجسدية، لكن أقرب لقب لها من الناحية الروحية. هي عروسته من ناحية إيه؟ لما بص على البشرية كلها ما لقاش أحلى من كده، ما لقاش واحدة بتحبه زي كده، ما لقاش واحدة بتسمع كلامه زي كده، فارتضى أن يتجسد منه. عشان كده نقول في المزمور إيه؟ بنات الملوك في تكريمك، قامت الملكة عن يمينك، عن يمينك ملك العدر، مزينة بأنواع كثيرة، تواضع ووداعة وبساطة وصبر وحكمة. وبعدين إحنا كلنا بقى إيه؟ بنات العدر، أو النفوس اللي تمشي وراها. فيقول الملك اشتهى حسنك، له هو ربك وله تسجدين، وتسجد بنات صور بالهدايا. يعني يدخل طابور ورا العذراء بيتمثل بأمنا العذراء، كل مجدها من داخلها. يبقى الكنيسة وهي صايمة، أنا بكلمكم عشان صيام يونان والصوم الكبير، كل واحد من داخله وهو واقف في قداس يونان ولا قداس الصوم جواه جمال، في مجد جواه من التوبة، من المشاعر الحلوة، من الاشتياقات، يا رب نفسي أرضيك، نفسي أفرحك، نفسي أتغير وأبقى حسب رأيك، نفسي كل وصاياك أعملها، نفسي الصيام ده ما طلعش منه فاضي. المشاعر الجميلة دي كل مجدها من داخلها، وربنا كاشف. تصوروا ألف واحد في كنيسة الملاك بيصلوا مثلا، وربنا باصص على ألف قلب، وكل قلب عمال يحب في ربنا، تبقى كل مجدها ابنة الملك من ايه؟ من داخلها. مش بيبص خالص ده راجل ولا ست، ده عجوز ولا شاب، ما بيبصش ده معاه فلوس ولا معهوش، لا، ربنا بيبص على الداخل على طول. يقول ايه؟ تدخل الى الملك عذارى في اسرها. يعني احنا كلنا نمشي في ديل العذراء، نقول لها نفسنا بس نبقى شبهك ولو في حتة، تعجبتي عريسك، طب احنا كمان عاوزين نعجبه، ادينا حتة تواضع منك، ادينا قلب زي قلبك، ادينا صمت زي صمتك، ادينا خضوع زي خضوعك، ادينا ايمان زي بتاعك، ادينا حتة
عشان نبقى عذارى في أسرها، تبقى داخلين السماء في ديلك. يقول يكون لك أبناء عوضا عن أبائك، يعني إيه؟ جيل ورا جيل بيطلع عرايس. عرايس يعني إيه؟ يعني نفوس تعشق الله، نفوس تحب المسيح من كل القلب. فما فيش جيل فاضي على فكر، لا، كنيسة ولود وبتحب ربنا وبتطلع له كل شوية عرايس، ويظل اسمها جيلا بعد جيل، يعني اسم الكنيسة ما يتشالش أبدا. شوفوا بقى لما الكنيسة كلها تصرخ بقول التيهريني ولا أي إرنوفي، أخطأت أخطأت، يقوم المسيح يقول لعروسته إيه؟ شفتاك يا عروس تقطران شهدا. والكنيسة وهي بتهتف كده تسبيح لربنا المصلوب في أسبوع الألام، ثوك تتيجوم، شفتاك يا عروس تقطران شهدا، يبقى العريس فرحان وعروسته عمالة تغزله كده، الكنيسة كلها بتمجد فيه وتعظم فيه وتقول له مستحق لك المجد والكرامة والعزة، تحت لسانك عسل ولبن. اللبن طالع من الإنجيل، فاكرين الوعظة اللي فاتت؟ اللبن الغير مغشوش هو كلام الإنجيل. فهي الكنيسة بتنطقي لبن، يعني إيه؟ الكنيسة كل صلواتها طالعة من الإنجيل، وعسل يعني كلامك حلو، تبقى تسبيح وريحة توبك ريحة لبنان. لبنان طبعا تشم ريحة الورد من على كيلو يعني، فريحتك حلوة يا كنيسة. عارفين ليه؟ لأنها لازقة لعريسها، فتبقى شايلة ريحته، هو اللي ريحته حلوة، رائحة المسيح. فهنا وصف الكنيسة، الواحد يطلع من الصوم يحس كل الناس دي بقوا شبه المسيح، تناولوا ثلاث ايام وصاموا وصلوا مطنيات ودموع، كلهم كده ايه على اخر يوم كده، ده ثلاث ايام بس، وشهم اتبدل، صوتهم اتغير، عينيهم فرقت. ايه اللي حصل؟ خدوا حتة من ريحته. لما ندخل على الاربعين المقدسة بقى الريحة تفوح، ده لو اشتغلنا صح يعني، لو احنا فاهمين القصة ماشية ازاي. يقول لها في النشيد: أنت جميلة يا حبيبتي كطرسة. طرسة يقال بلد كانت جميلة قوي في الوقت ده، كأورشليم مرهبة كجيش. طبعا مرهبة كجيش دي لو اتقالت لعروسة بجد يعني تتطلق على طول، لكن هنا لأنه الوصف كله رمزي مجازي ينطبق على الكنيسة. أنت يا كنيسة مرعبة، مرعبة للشياطين وللدنيا كلها. يوم ما نصلي ونصوم تلاقي مملكة الشر بتعمل كده، الشيطان وكل اللواءات اللي معاه، كل الجنرالات بتوعهم يتكتكوا كده وركوبهم تستك من الرعب. ليه؟ الكنيسة بتصلي والكنيسة بتصوم، كل حصون الشر تنهار. فالكنيسة فاهمة، مرهبة كألوية. حولي عني عينيك، يعني ايه؟ انا مش قادر حتى ابص في عينين الكنيسة. تصور المسيح يقول كده، لما تلاقي العين الدبلانة دي المنكسرة اللي بتقول له طب حقك علينا ما تزعلش، يا دي عند ربنا، ربنا اصله طيب ورومانسي قوي فما يستحملش العين المكسورة دي. لما يقول سلام لك ايتها الممتلئة نعمة، مش المنعم عليها، الرب معك مباركة انت في النساء، يعني ايه؟ هنا العذراء الجميلة كانت مرعبة، مرهبة. احنا بنقول للعذراء اقفي قدام الشياطين تقف لهم، طب دي ست غلبانة. لا، غلبانة ايه؟ ده الشياطين يترعبوا من العذراء. ليه؟ لانها حياتها كلها صلاة وصوم. هو ايه اللي بيعجب العريس بقى؟ ما هو كل عريس يعجبه حاجة. عرسان اليومين دول اللي ما بيفهموش لمؤاخذة بياخدوا مقلب، لكن العريس بتاعنا عارف ايه اللي بيعجبه، ولازم احنا كعروس نبقى فاهمين عريسنا. اكتر حاجة تعجب العريس حاضر، حاضر حاضر يا رب، الخضوع. لما الواحد ربنا يجيب له ظروف صعبة يقول له اللي تؤمر به، يقول له يمين حاضر، شمال حاضر، اقف حاضر، اسكت حاضر، كلم حاضر، اللي تؤمر به، انا ملياش رأي، انا خدامك، هو ذا انا امة الرب، ليكن ليك قولك، مشيني بالريموت، انا ملياش كلام، انت العريس، انت الرئيس، انت الكبير، انت راسي، تاج راسي. فهنا دي تعجب قوي العريس. للأسف احنا نفوس عنيدة، نادرا ما بنقول حاضر،
ربنا يقول ما ادينوش حد. يا رب ده الإدانة لذيذة حتى وتضيع وقت وتسالي، امال هنتكلم في ايه يعني؟ ما تقفقفوش من حد، ما تقفقفوش، ده احنا بنشت. طب مش عارف ما تعملوش ايه؟ يا رب ما تحسوكش بقى، ده الموضوع مفيش كلمة بتقول حاضر، مفيش ولا وصية تقول حاضر على طول كده من سكات. ما يعجب العريس الكنيسة اللي بتقول له حاضر، الكنيسة دي كل واحد فينا. فاحنا داخلين برضو على صوم لازم نبقى فاهمين نعجبه ازاي. الموضوع مش بس صلاة وقداس، لا، حاضر، حاضر هبطل كذا، حاضر هعمل كذا، حاضر هحرم عشان ما تزعلش. يبقى هنا الخضوع لإرادة ربنا هو ده اللي يفرح. تاني حاجة تعجب العريس ان هو يتكلم والعروسة تسمع. في لا مؤاخذة ايه، عروسات يعني عرايس مش عروسات، عروسات بيطفشوا العريس من اول قعدة. ليه؟ مرة شاب بيقول لي هي قاعدة وجريت، قلت له جريت ليه؟ قال لي ما لحقتش اتكلم، ساعتين هي بتتكلم وانا عاوز بس اقول، طب اسال، طب اجاوب، مفيش. فقلت دي اول قعده، امال لو اتجوزت هيحصل ايه؟ ساعات احنا نعمل كده، عارسنا هو اللي بيحبنا وعاوز يقول لنا كلام كتير، انما احنا ما بنسكتش، احنا عاوزين نتكلم وهو يسمع بس. يجي يتكلم نقول له بعدين بعدين. الانجيل بيتكلم وفي الكنيسه بيتكلم واحنا بنقول له احنا نتكلم وانت تسمع، احنا نطلب وانت تقول حاضر، وبعد كده ايه، شوف حالك مع ملائكتك لو ليك طلبات. انما احنا طب نعجبه ازاي؟ انما امنا العذراء كانت ايه، طول الوقت تقول له انت قول وانا اسمع، طول الوقت بتسمع صوته وتتلذذ بكلامه وتفكر في اللي بيقوله وعايشة في عالم آخر داخلها. فطبعا هو يبص لها بإعجاب كده وحب، هي دي اللي فهماني، دي اللي عاوزة تسمع كلامي، دي اللي بتقفل على نفسها عشان تقعد معايا. مريم اللي قعدت تحت رجليه مثل جميل للعروسة، قاعدة تسمع له بإعجاب. إنما إحنا بنسمع إيه؟ إحنا بنتكلم كتير قوي وبنسمع قليل قوي، وآخر واحد نسمع له ربنا اللي عاوز يتكلم بس ما حدش مديله فرصة. حاجة كمان تعجب العريس في عروسته، كنيسة عروسته، إنها طول الوقت تقول له كتر خيرك، ما نستاهلش. العروسة المتواضعة اللي شايفة عريسها كبير قوي ومش مصدقة إنه اختارها، مش مصدقة إنه يعني قبلها، تبقى طول الوقت لسانها بيقول أشكرك وسبحك ومجدك وباركك. وعشان كده تلاحظوا في مرة اتسألت سؤال قعدت تايه فيه اسبوعين كده، ازاي في الصوم في تسابيح كتير؟ مش الصوم توبة؟ احنا ما عندناش فرق في الجو، ما هو الصوم توبة اه، بس من تعبيرات التوبة ان انا افضل اقول له بحبك واشكرك. هي التوبة مين قال عليها نكد؟ لا، هي برضو حب. فكني العروسة الحلوة طول الوقت تقول له أشكرك وأسبحك. العذراء عايشة تسبحه، يوم ما إليصابات قعدت تمجد فيها سابت إليصابات وقالت إيه، تعظم نفس الرب تبتهج روحي بالله مخلص القدير صنع بعظائم. إيه اللي بيعجب العريس؟ إن الواحد يحط نفسه طول العمر أخير، إنه ما يلعبش خالص لعبة الأول دي، دي ضيعت الناس كلها. العذراء فضلت تلعب دور الأخيرة لغاية ما خلص عمرها من هنا ولقيناها الأولى إلى الأبد، الأولى بلا منافس، بس هي عاشت عمرها كله تلعب أخير. يعني إيه؟ آخر واحدة تتكلم، آخر واحدة تطلب، آخر واحدة تفكر في نفسها، آخر واحدة حد يفتكرها، منسية نكرة غلبانة مهملة، وهي مبسوطة على كده. ترجع لورا 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 لورا، وهي على قد ما رجعت لورا لقيناه طلعها أول واحدة وقال لها مكانك إلى الأبد كده، تفضلي الأولى بلا منافس. هي دي أمنا، هي دي أيقونة الكنيسة، الكنيسة كلها بتبص لها وتقول لها نفسنا نبقى زيك، اللي عشتي حياتك صوم وصلاة عشتي في الآخر مش في الأول. نظر إلى اتضاع أمته.
يبقى دي الحاجات اللي بتعجب العريس، ولازم نبقى واعيين واحنا داخلين على فترة شهر العسل، شهرين عسل كمان مش شهر، وبالتالي احنا محتاجين نصوم بالطريقة اللي قصدها ربنا. احذروا يا احبائي ان احنا نصوم كل تركيزنا هناكل ايه، احذروا ان احنا ندخل على الصوم ولساننا مش عارف يصوم نتكلم زيادة ونجيب سيرة الناس، احذروا لندخل على الصوم ومخنا مش عارف يصوم عمال يفكر في السياسة والفلوس، احذروا ان احنا ندخل على الصوم والدواليب فيها حاجات متلتلة ما طلعتش وقلبنا ضيق مش حاسس بالغلابة اللي حوالينا. لا، عاوزين نبتدي الصوم خلينا ناخد موقف من حاجات كتير عشان لما ندخل ندوق هذا العشق الإلهي لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.